سلامة مضايجة شوي لأن الوالدة معصبة ومكتئبة. هي. مثلها مثل أغلب النساء لما يمرون بفترة انقطاع الطمث بين سن 45 والـ55، وبالمعدل في سن 51 يصير انقطاع الخصوبة وتوقف إنتاج هرمونات الاستروجين والبروجسترون. ومن أكثر الأعراض شيوعاً الهبات الساخنة اللي تصيب 80% من النساء، ولكن الغريب أن 20 إلى 30% منهم فقط يزورون الطبيب للعلاج. والهبات الساخنة تستمر بين 2 دقيقتين و4 دقائق، وخلالها ممكن للسيدة تحط منشفة رطبة على ركبتها. نبهي الوالدة يا سلامة لا تشرب شاي وقهوة بعد الظهر والمساء، ولا تاخذ قيلولة الظهر وتنام في نفس الوقت كل يوم لتخفيف تقلبات النوم. والرياضة تساعد في مكافحة الاكتئاب، وضروري تناول الكالسيوم وفيتامين دي لتفادي هشاشة العظام. كل النساء يا سلامة بيوصلون بإذن الله لهالمرحلة من حياتهم، المهم أن أفراد الأسرة يقدمون لهم الدعم ويكونون متفهمين. وعساكم دوم بصحة وسعادة.